الناتو رسمي باسم القوات المسلحة، وهو يعبر عن اجتماع مجلس الأمن والدفاع، تحدث عن نقطتين. يعني هي قرارات المجلس، الأولى هي يعني أن المجلس قرر إيقاف التعامل بالبطاقات غير المسجلة وفقا للرقم الوطني. أليس هذا القانون قديم وموجود ويعرفه كل السودانيين؟ الأزمة دي أزمة معرفة وأزمة بتاعت ذاكرة سياسية، ودي ذات النقطة اللي وقعت فيها قحط. أزمة قحط بأنها جاءت بلا ذاكرة، جاءت يعني بعقل كل الإرث بتاعه معارض، ولما جاءت تعاملت مع القضايا والأحداث تفاجأت بأن إدارة الدولة بتختلف عن الهتاف بتاع المعارضة. مع احترامي البالغ لمجلس الأمن والدفاع، لكن هذه المسألة ليست من القضايا ذات البال حتى يجتمع مجلس الأمن والدفاع. أول حاجة قانون الاتصالات ده في 2017 تم إصدار قانون، أنا ما أعتقد، ما بذكر على وجه الدقة، لكن 2016 و 2017 صدر قرار في موجود قانون بيحظر عدم التعامل أو تفعيل أي شريحة إلا مع ذو صاحب هوية، عندك رغم وطني أو جنسية أو رخصة، يعني حاجة تحدد أنت منه. ولو بتذكر يا أخي ناجي إنه المسألة دي عملت أزمة وكل الناس عملوا أبديت للمعلومات بتاعتهم كده، يعني أنت ما محتاج تصدر فيها توجيه، يعني أنت موجود في قانون موجود. إذا افترضنا إنه في قانون الشركات السوداني الموجود أو في القانون الجنائي، ما ممكن تقول أنا عملت قانون جديد، يعني ما حيب تستدعي إنه يقعد ساعة الفريق البرهان والمجموعة بتاعته عشان يصدروا القرار. القرار ده بالمناسبة عشان كده قلت لك أنا الأزمة السياسية في إنه ما في موجودة حكومة اتحادية موجودة. أنت الآن قاعد تتعامل مع ناس ما مفوضين، قاعدين بالتكليف، والزول قاعد في بالتكليف ده بالمناسبة زي الزول ده يشيل له فاتحة في صيوان ربنا يزيل الأحزان ويمش، بيكون قاعد عليه طرف الكرسي والله عليه طرف الواطة ده يدي فاتحة ويمشي، ده إحساسهم. لو اتصلوا على وزارة الاتصالات القانون ده موجود عندها، بس يفعلوا القانون ده الوزير المختص ينادي الجماعة ده ليوقع العقوبة، ما محتاج لي أدرس عصر، وزير الاتصالات ينادي شركة الاتصالات يطبق عليهم القانون، يطبق القانون على الشركات الثلاثة، لأنه فعلا القضية دي قضية خطيرة. الآن أي دولة أنت تمش ما لم يكون عندك جواز أو هوية تثبت يعني أنت منو مكانك وين، ما في زول بيقدر يتعامل معك. يا أخي في يا أخي أثيوبيا دي أن نحن كنا سابقين على مستوى الإقليم وأفريقيا الدولة الأولى على مستوى الاتصالات، أنت ما بتقدر تتحصل على موبايل إلا بالجواز بتاعك وهويتك الرسمية. مصر جنبنا دي أنت ما بتستطيع حتى الكريت بتاعك، بالمناسبة عشان يجددوا لك ما بيجددوا لك الكريت بتاعك إلا بهويتك وجوازك. الشحن اللي هسي أنت بتلقاه عند بتاع الاتصالات في الأكشاك دي ما في زول بيديك كشك الرصيد إلا بالهوية، أو تعمله أونلاين عن طريق التطبيقات الذكية، لأنه في التطبيقات الذكية الرقم بتاعك مسجل باسمك، بالتالي أنت الهوية بتاعتك موجودة عندهم. وفي كل الدول خلال 3 شهور إذا ما فعلت الشريحة بتاعتك أو 6 شهور بتختلف من دولة تانية بيتم إغلاقها مباشرة، بيتم إغلاقها مباشرة. بل بعض الدول متجاوزة بأنه التلفون بتاعك الهاتف بتاعك إذا ما مسجل بالكود بتاعه باسمك في الدولة ما بيتم تفعيله. يعني إذا عندك شريحة وانت مشيت الدولة الثانية دي ما بتستطيع انك تفعيلها، لا طالما انه جهاز ما قاري عنده ما موجودة معلوماته. فعشان كده انا قلت لك ده بالمناسبة الغياب، المسألة بتاعت الغياب السياسي والفوضى دي بتترتب عليها قضايا كثيرة.